10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ومباراة جديدة للريال مدريد. ولكن قبل ما نعرف التفاصيل وموعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلقين، توقع معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ومن ينتصر في هذه الأمسية، ونتمنى دعمنا بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعديل التعليقات. بالصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. مباراة اليوم ريال مدريد أمام ريال بيتيز ضمن مباريات الدوري الإسباني والجولة 38، المباراة على ملعب سانتياغو برنابيو، القناة الناقلة بين سبورت 3 والمعلق أحمد بلوشي. توقيت المباراة مساء اليوم السبت في 10 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والعراق، 9 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر. توقعاتكم معنا في التعليقات من يكون الفائز في هذه المباراة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.